إذن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم لطفي من الجزائر. أهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة خبراء الويب الربح من الإنترنت. إذن في شرح اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على أسرع طريقة من أجل ربط مدونة جودادي، مدونة بلوجر، يعني دومين جودادي بمدونة بلوجر. إذن بدون إطالة سوف نذهب مباشرة إلى موقع جودادي. على افتراض أنه مثلا قمنا بشراء دومين معين ونريد ربطه بمدونة بروجر، ها هو موقع جودادي، يعني هو موقع مشهور في متخصص في الدومينات. بعدما تقوم بشراء الدومين جودادي يعني من هنا دوت كوم أو دوت نت أو غيرها، ولقد تعلمنا من قبل يعني كيفية شراء دومين جودادي. إذا نذهب مباشرة إلى الحساب، ها هو الحساب، نذهب إلى جيري لي دومان. إذا أولا كما تلاحظون هذه مدونة خبراء الويب لحد الآن لم أقم يعني بربطها بدومين جودادي، هي فقط نطاق خاص ببلوجر. سوف نقوم بربطها الآن. ها هو الدومين الذي قمت بشرائه اليوم فقط، يعني فضلت أن أقوم بشرح طريقة ربطها على المباشر، يعني مباشرة أمامكم. سوف ندخل على جيري لي دي ان اس، هكذا جيري لي دي ان اس، ها هي، نتركها هكذا ثم نذهب إلى إعدادات بلوجر. سوف ندخل مباشرة يعني إلى إعدادات بلوجر، يعني الواجهة باللغة الفرنسية. سأقوم بشرح يعني باللغة الفرنسية والعربية. سوف نذهب إلى بارامتر، ها هي بارامتر، بالعربية إعدادات، ثم بازيك، إعدادات أساسية. ها هو يعني عنوان الدومين الخاص ببلوجر وهو دومين فرعي. سنقوم بالضغط على هذه كونفيغوري اون يورال تييرس بور فوتر بلوج، أو القيام بإضافة دومين خارجي. سوف نضغط هنا هكذا ثم نقوم بوضع هذا الدومين، لكن قبل وضعه نضع دبليو دبليو، يعني ثلاث مرات دبليو هكذا، دبليو نقطة ثم ويب اكسبرت ان دوت كوم، كوبي هكذا ثم نضغط على كولي كما تلاحظون هكذا، ثم نضغط على انريجستري. اذا سوف يخرج لنا يعني هذا، على أساس أنه هذه الرسالة، على أساس أنه لم يستطع بلوجر التأكد من ملكية الدومين، يعني nous n'avons pas été en mesure de vérifier vos droits sur ce domaine، يعني لم يتم التأكد من يعني ملكيتك لهذا الدومين. إذا بكل بساطة ماذا سنفعل؟ تابعوا جيدا. سوف نذهب إلى هنا ثم نضغط على أجوتي أو زيادة، أجوتي، نضغط هنا على سي نيم، هنا سي نيم، تابعوا جيدا. في هوت نكتب اولا هذه دبليو دبليو دبليو، نسخ ثم نعمل لصق هكذا، وفي الثانيه نسخ ثم نعمل لصق هكذا ثم نضغط على اوريجستري. هذه اذا لقد تم التسجيل بطريقه عاديه جدا. اذا ننتقل الى الثانيه، نضغط على اجوتي مره اخرى ثم نضغط على سي نيم هكذا، ثم نقوم بنسخ هذا الكود اولا، هذا الكود نضعه هنا في اوت، ثم الكود الثاني هذا الكود الطويل نوعا ما نضعه في الخانة الثانية هكذا، هنا سي نيم، لا تنسوا هذه سي نيم، ثم نضغط على اوريجستري. اذا يعني معظم العملية قد تمت. لا نقوم ب لحد الآن لم يتم التأكد من الآخر من الدومين. إذا نقوم بعملية ثالثة، إذا تابعوا جيدا. سوف نضغط هنا على التكست، هنا على هذه جوجل هكذا سيرش كونسول، تابعوا جيدا من أجل التأكيد على الدومين. نضغط هنا نجدها جوجل جودادي، نذهب إلى أوتر أو أوذر بالإنجليزية، نقوم بنسخ هذا الكود هكذا، كوبي
ننسخه ثم نضعه هنا. نقوم بأجوتي. هنا لا نضع سينيم وإنما نضع تي إكس تي أنت تكست. ثم نأخذ هذا الكود الذي قمنا بنسخه هنا كوبي، نذهب إلى هنا ثم نكتب في الفالر هنا نسخ لصق، قد قمنا بلصق هذا الكود. وهنا نكتب www. ثم عنوان الدومين هكذا webexperts1.com، ثم نضغط على انريجستري. وقد تمت الإعدادات، جميع الإعدادات بنجاح. إذن السينيم الأولى، السينيم الثانية، وها هو الكود، ثم ملف تكست، وها هو الكودات التي نقوم بكتابتها. إذن بعد كل هذا نقوم بعمل أولا هنا validate هكذا. إذن نقوم أولا بعمل، ثم نقوم بعمل actualize هنا، actualize هكذا. إذن لقد تمت العملية بنجاح. نذهب إلى هنا نعمل validate هكذا، validate. سوف يتم التحقق من إعدادات الDNS. إذن الآن نضغط على enregistry هكذا، enregistry. ها قد تم يعني إضافة الدومين بطريقة عادية جدا. نضغط على validate هنا، نضغط على validate، ثم نضغط على enregistry. نقوم بعمل هنا. إذن كما تلاحظون لقد تمت العملية بنجاح. سوف نقوم بإعادة بتجربة يعني الدومين، سنقوم بتجربة الدومين. يعني حاليا لا أعتقد أنه يجب أن ننتظر يعني قليلا من الوقت. ها هو يعمل بطريقة عادية جدا، webexperts1.com كما تلاحظون. إذن لقد عملية تمت العملية بنجاح رائع. إذن أرجو أن يكون يعني الفيديو قد أعجبكم، أرجو أن يكون الشرح يعني لم يطل كثيرا. إذا لديكم أي استفسار أو سؤال تستطيعون يعني كتابة سؤالكم تحت الفيديو، سأحاول الإجابة عليه في أقل من 24 ساعة. أي استفسار أو سؤال لا تترددوا، لا تبخلوا علينا بلايك بسيط للفيديو. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.